يلا الحمد لله على كل حاجه. كان نفسي تبارك لي على الفوز، ده اهم حاجه عندي، اهم من مجدي واهم من اي لعيب ان احنا نكسب كلنا. بس الحمد لله هي دي الكوره، وحاولنا الشوط الاولاني ما الفرص يعني ما ينفعش نستغلها. اللعيبه بصراحه انا كفرد في الجهاز الفني راضي جدا عن اللعيبه، كانوا كلهم رجاله، هي كوره كده، يبقى في غلطه من هنا غلطه من هنا، بس في الاول وفي الاخر لما بتحصل هزيمه اسماعيلي بيتغلب، مفيش لعيب معين بعينه او لعيب غلط، لا بنكسب كلنا بنكسب، بنتغلب كلنا بنتغلب. فهي دي الكوره والحمد لله على كل حاجه. ونفكر بقى في ماتش المون العربي اللي جاي ان شاء الله، وبعدين الاتحاد السكندري في البطوله العربيه، عندنا ماتشات صعبه ربنا يكرم ان شاء الله. شايف النتيجه كانت ممكن يعني تخلص عكس النهارده النهايه والهدف دون مقابل النادي الاهلي؟ هو الشوط الاولاني كان لينا اهداف يعني ضيعناها، لو هتحسب النتيجه وتحسب الفرص لا الاسماعيلي كان فرصه اكتر، هي مفيش غير كره مروان محسن اللي طلعها مجدي. الشوط الاولاني كان فيه هجمات لينا مرتده، بس الحمد لله يعني نفكر في اللي جاي ان شاء الله، واللي عدى بننساه خلاص مفيش مشكله. وبنتاسف لجمهور الاسماعيليه، كان نفسنا النهارده نحقق بطوله نحقق فوز ونوصل للنقطه 16، بس الحمد لله على كل حاجه يعني ما فيش حاجه بايدينا. يعني سؤال يدور في ذهن جماهير الاسماعيلي، امتى الاسماعيلي يفوز على النادي الاهلي؟ دي بتاعت ربنا بقى، احنا بنعمل اللي علينا وبنتمرن وبنمرن واللعبة بتعمل اللي عليها، دي بتاعت ربنا في الاول وفي الاخر، ودي بتبقى مكتوبه يعني. لسه ماتشات الاهلي كتير، لسه في دور تاني ان شاء الله نقدر نعوض ونفكر في اللي جاي، انما ماتشات الاهلي مش هي بس، احنا بنلعب الزمالك والاتحاد والمصري، بنفكر في اللي جاي ان شاء الله. كابتن سعفان يواصل تقديمه لحراس مرمى متميزين واخرهم طبعا محمد مجدي حارس. هو ده شغلي وهو ده اللي انا بعمله في النادي الاسماعيلي، ان انا بعمل حراس مرمى للسنين اللي جايه، يعني سواء الواحد موجود او مش موجود بتعمل حراس مرمى للسنين اللي جايه، عشان خاطر برده المركز ده بيبقى حساس وبياخد فتره كبيره زي ما انا قلت قبل كده لجمهور الاسماعيليه بالاخص، كمان ان مركز حراسه المرمى غير مركز اللعيب، اللعيب بيبقى معاه 9 لعيبه في الملعب بيقدر مثلا ياخد ويدي يا حد يغطي عليه، انما حارس المرمى بيبقى اخر واحد في الملعب، فبتاخد وقت ان شاء الله. اللي جاي احسن ان شاء الله مع مجدي ومع فوزي ومع ايمن رجب وكمال السيد، وعندنا مجموعه حراس مرمى كتير الحمد لله. كنا لازم ناخد الثلاثه بونت، يعني مش تقليل من النادي الاهلي، بس النهارده كان النادي الاهلي مش في حالته، كنا لازم نكسب، كنا لازم ناخد الثلاثه بونت دول، بس الحمد لله ربنا ما اردش، ودي الكوره يعني الحمد لله. انت حسيتوا ان الجيم بتاعكم النهارده في عز طبعا اهدار العديد من الفرص من اللاعبين الاسماعيلي النهارده، ورغم طبعا عدم زي ما انت قلت النادي الاهلي مش في حالته النهارده، امتى الاسماعيلي كان قادر هو يسجل ويخطف المباراه؟ والله احنا من امبارح، احنا من اول اسبوع احنا مركزين في الماتش، بس احنا من امبارح يعني نازلين الثلاثه بونت، يا اما ما كسبناش ما نخسرش، بس الحمد لله عملنا كل حاجه في الكوره، فالكوره مش عايزه تدخل يعني، ودي حاجه بتاع ربنا والحمد لله يعني الحمد لله. ايه ابرز المهام اللي كان مكلفك بيها الكابتن ادم سلهدار وكابتن محمد محسن ابو جريشه النهارده من على لعيب الاهلي وبعض لعيب الاهلي؟ لا الكابتن بيكلمنا في تعليمات عاديه جدا، خلي بالك من نص ملعبك وبس، يعني مش مهام خاصه يعني كده، والحمد لله يعني الحمد لله على كل حال يعني.